بسم الله. من المواقع اللي بتساهم في تعلم اللغة الإنجليزية قاموس كامبريدج، هتلاقي في dictionary.cambridge.org أي كلمة أنت عايزها هتكتبها، هيجيب لي النطق بتاعها بالبريطاني وبالأمريكي. خلينا نسمعها. Archive. أركايف وبالأمريكي، Archive. وبيجيب لي المعنى بتاعها. ولو الكلمة دي مثلا أنا عايز أحتفظ بيها في قاموسي الخاص، أول ما بعمل حساب مجاني خالص وسهل، بقول له أنا عايز أضيفها للقاموس الخاص، فبيعمل لي كذا قاموس. ممكن تضيف كذا قاموس. أنا عامل مثلا قاموس لرواية 1984، أي كلمة جديدة بكتبها فيها. قاموس وأنا بذاكر البيم، بذاكر بريتش كونسل، بذاكر إديكس، بذاكر ليد. الكلمات اللي بواجهها بحطها هنا وأنظمها. مثلا الكلمة دي جديدة هحطها في القاموس دوت، تمام. وفي أي وقت عايز أشوف القواميس بتاعتي هقول له أنا عايز أشوف ماي ديكشنري، فيبدأ يجيب لي القواميس، بحيث إن أنا أبدأ أعمل مراجعة على الكلمات ديت. زائد إن هو حاطط بعض القواميس إضافية لو أنت عايز مستوى مبتدئ أو مستوى أدفانسد، حاجات خاصة بالشغل، حاجات خاصة بالمظهر، بالتكنولوجي، بالرياضة، تمام. خلينا مثلا نشوف الكلمات ديت. ممكن تبدأ تشوف الكلمات كلها، أو ممكن تقول له أنا عايزها في هيئة أسئلة بحيث إن أنا أعمل مراجعة على الكلمات، فدي هتساهم، تمام. بيكتب لك معنى الكلمة وأنت تبدأ تحاول تفتكرها وتكتبها هنا، تمام. زي برضو في من ضمن المزايا الحلوة اللي فيه هتلاقي حاجة اسمها فري ترانزليتور. أي لو أنت عندك جملة كبيرة عايز تترجمها بتديها له وتقول له ترجمها لأي لغة. الميزة اللي فيه إن هو بيبدأ يشوف لي الكلمات اللي هي جديدة ويبدأ يحطها بالشكل دوت، بحيث إن هو يجيب لي كل كلمة معناها إيه بطريقة منظمة، بحيث إن أنت ما تضطرش إن أنت تقعد تقرأ الجملة وتبقى متلخبطة. لا، تشوف الكلمات الجديدة وتبدأ تحاول إنت تستنتج أو تبدأ تترجم إنت الجملة كلها مرة واحدة.